عبد الله، مهادك في قبرك عملك، وأعظم وأسعد مهاد لك في قبرك توحيدك وإيمانك، إعلان أن لا إله إلا الله في اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها. أما مجرد قولها والعبد يدعو غير الله ويستحل ما حرم الله فلا تنفعه، فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، وعباد القبور يقولونها اليوم وهم من أكفر خلق الله. من قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله وحسابه على الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأحسن الحسنات لا إله إلا الله، وخير ما قال نبينا والنبيون من قبله لا إله إلا الله. وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، ومن ابتغى وجه الله عمل له. معشر الإخوة، عز الدنيا ونجاة الآخرة في لا إله إلا الله، ما قالها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس كربه، ومن كانت آخر كلامه وجبت له الجنة. دعوة كل رسول ونبي اعبد الله ما لكم من إله غيره، لأجلها خلق الإنس والجن، وأنزلت الكتب، وأرسلت الرسل، وجردت السيوف للجهاد، وانقسم الناس إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار، وقام سوق الجنة والنار. من قال لا إله إلا الله وحقق معناها نجا من النار، وإن دخلها لمعصية ارتكبها لم يخلد فيها. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا فقال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وفي قلبه وزن برة من خير، وفي قلبه وزن ذرة من خير. وفي الحديث القدسي قال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، من قالها وحقق معناها وعمل بمقتضاها وأدى حقها وفرضها دخل الجنة على ما كان منه من عمل. في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر، أي في المكان الذي ليس للقمر فيه ضوء ليخفي شخصه. يفعل ذلك لاحتمال أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة فيكون قريبا منه. قال: فالتفت إلي وقال: من؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: تعال. قال: فمشيت معه ساعة فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: ومشيت معه ساعة فقال: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: ثم انطلق في الحرة حتى لا أراه، ولبث وأطال اللبث. قال: ثم سمعته وهو مقبل يقول: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، ولا أسمع أحدا يرجع إليه قولا. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ قال: يا أبا ذر، ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. عباد الله، مآل أهل التوحيد إلى الجنة، وإن دخلوا النار لمعصية فإنهم لا يخلدون فيها، والأمر قبل ذلك وبعده لله، إن شاء عذب وإن شاء عفا، ورحمته سبقت غضبه جل وعلا، رحمته سابقة للغضب، وجوده ليس له من حجب. الموحد مغفور ذنبه فيما بينه وبين الله، فحذار الشرك ومظالم عباد الله. في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فكل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. يقول ابن القيم رحمه الله ما مضمونه:
نور وأشعة لا إله إلا الله تبدد ضباب وغيوم الذنوب، وأهلها متفاوتون في ذلك النور، فمنهم من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، ومنهم من نورها كالسراج المضيء، ومنهم من نورها كالسراج الضعيف. ولذا تظهر الأنوار يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم على حسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علماً وعملاً ومعرفةً وحالاً. لا إله إلا الله ثقيلة في الميزان، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ووضعت في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما معنى يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلاً من ذنوبه وسيئاته، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. ولعله ختم بها حياته وقالها تائبًا مقرًا صادقًا مخلصًا من قلبه. قال: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لن تظلم. وضعت السجلات في كفة ووضعت البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لا يثقل مع اسم الله شيء، رجحت بجميع السيئات لأنها صارت عن إقرار صادق وتوبة صادقة وتوحيد خالص ليس معه إصرار على معصية. أشعة التوحيد لا تحدد، وذنب من عصى بها يبدد. يا عبد الله، حقق توحيد الله لتأمن، من يعش لله عبدا عاش مصحوبا بأمن. من حقق توحيد الله فهو آمن حقا في دنياه وأخرى، آمن على رزقه، موقن أن الأرزاق في ضمان الله الذي لا يخلف وعده ولا يضيع عبده، يرزق الطير في الوكنات والسباع في الفلوات والأسماك في البحور والدود تحت الصخور، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آمن على ذريته من بعده، موقن أنه سيتركهم في رعاية من هو أبر بهم وأرحم وأكرم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. آمن إذا نزلت به المصائب، فلا تراه إلا صابرا راضيا مسترجعا حامدا معلنا: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يحزن قلبه وتدمع عينه ولا يقول إلا ما يرضي ربه. آمن على أجله، موقن أن الله قد حدده، ولا تملك قوة على وجه الأرض أن تقدمه أو تؤخره. ولذا لما هدد الحجاج سعيد بن جبير رحمه الله بالموت قال: لو أعلم أن الموت بيدك ما عبدت إلها غيرك. آمن في قبره، آمن يوم بعثه، آمن في حشره، آمن في كل أحواله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.